بمناسبة يوبيله الكهنوتي الماسي، ترأس سيادة المطران سليم الصايغ قداسا إلهيا في كنيسة الراعي الصالح بعمان بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة والراهبات والمؤمنين. المزيد في التقرير التالي. روح الرب علي مسحني وأرسلني لأبشر مساكين، روح الرب علي مسحني وأرسلني لأبشر مساكين. بحضور شعبي ورسمي وديني كبير من مختلف الرعايا في المملكة الذين جاءوا للمشاركة في الاحتفال الذي أقيم في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام بعمان طريق المطار بمناسبة اليوبيل الماسي 60 للمطران سليم الصايغ على رسامته الكهنوتية. فقد ترأس سيادته قداسا إلهيا بهذه المناسبة المباركة شاركه فيه لفيف من الأساقفة والكهنة والراهبات، وبعد أن قدم شكره للحضور لمشاركتهم إياه هذا الاحتفال استهل المطران الصايغ عظته بالقول: نقيم هذه الذبيحة الإلهية للتعبير عن شكرنا لله على نعمة الكهنوت وعلى ما أنعم به علي من نعم ومواهب وما أفاضه في نفسي من نور سماوي وسعادة إلهية طيلة مسيرة الكهنوتية مدة 60 سنة. لكن تبدو 60 سنة لأول وهلة طويلة، ولكنها في الواقع قصيرة جدا، وهي بمثابة نقطة في بحر الأبدية. وأضاف: أرجو أن أتطرق إلى وجهين أساسيين من حياة الكاهن السعيدة المليئة بالنور والحب والعطاء، سواء كان الكاهن مطراناً أو كاهن رعية أو مساعداً له أو كاهناً راهباً أو كاهناً ناسكاً في ديره. الوجه الأول هو أن الكاهن بالرسامة الكهنوتية لا يعود يمتلك نفسه، بل يمتلكه يسوع المسيح الكاهن الأزلي تماماً، كما أن الراهب والراهب المكرس والمكرسة لله يصبحون ملكاً للمسيح بإبرازهم النذور المقدسة. يوم الرسامة الكهنوتية يصبح الكاهن مسيحاً آخر ويصنع ما صنع المسيح، يحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه، ويغفر الخطايا، ويحمي رسالة المسيح، ويضحي بذاته كما ضحى المسيح في سبيل خلاص النفوس. ومضى سيادته في عظته قائلاً: الكنيسة المقدسة تقول للكاهن يوم رسامته الكهنوتية: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. وعالم اليوم لا يطلب من الكاهن أن يكون متخصصاً في الأمور المادية والتجارية والاجتماعية والسياسية، ولكنه يطلب منه أن يتخصص في حب يسوع المسيح وفي رسالته الخلاصية. وأضاف سيادته: يحتاج الناس أن يلمسوا في الكاهن يسوع المسيح الراعي الصالح، رجل الصلاة والعمل الرسولي، رجل الله. ليس الكهنوت مهنة ولا وظيفة، بل خدمة روحية ورسالة مقدسة وواقع إلهي مقدس وتكريس مطلق لله. الثوب الكهنوتي الذي يلبسه الكاهن رمز كنسي مقدس يشير إلى تكريس الذات الكلي لله، يشير إلى قلب كهنوتي أميل لنعمة الكهنوت وسعيد بنعمة الكهنوت، يشير إلى إرادة سخية تطمح باستمرار إلى تحقيق ما يطمح إليه يسوع الكاهن الأزلي، ألا وهو الخلاص الأبدي لكل إنسان. الوجه الثاني هو الوجه الفائق الطبيعة لحياة الكاهن. هدف الكهنوت والخدمة الكهنوتية
هو فائق الطبيعة، أي مجد الله وخلاص النفوس. الله قدوس وبالقداسة يمجد، الله محبة وبالمحبة الإلهية يمجد الله وتخلص النفوس. وهذا يعني أن الوسائل التي تحقق هذا الهدف الروحي يجب أن تكون روحية فائقة الطبيعة. بخلاف ذلك، مهما تعب الكاهن ومهما عمل في حياته الكهنوتية فهو يبقى على المستوى الإنساني ولا يحقق الهدف الروحي لخدمته. وخلال الصلاة دعا المطران الصايغ أمام جموع الحاضرين أن ينعم الله على الذين اختارهم خداما ووكلاء لكلمته بأن يكونوا أمناء في خدمتهم ومهمتهم حتى يوم مجيء المسيح إلى دهر الدهور. وقبل ختام القداس الإلهي، ألقيت العديد من الكلمات التي عبرت عن الفرح والمحبة والشكر والإيمان الذي فاضت به قلوب المؤمنين بهذه المناسبة المباركة، وحمد المتحدثون الرب على نعم الحياة والخلاص. وختاما تتقدم أسرة مكتب نورسات الأردن ممثلة بالدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب وفريق العمل بالتهنئة لسيادة المطران سليم الصايغ بيوبيله الماسي في خدمة الله والكنيسة، ليتمنون له العمر المديد والصحة والعافية. فيك مرتجى ما أشتهي يا مرفئي يا مسندي يا مرجعي.